اهلا وسهلا ومرحبا الزوينات والحد قد ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحتكم؟ احوالكم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد مع اختكم انتصار. فيديو ان شاء الله غادي يكون من اروع ما يكون، شامل وكامل، وغادي يكون مرجع ليكم بزاف، خصوصا البنات اللي كيشتكيو دائما ما كيصدقش لهم الخبز، شنو المشكل ولا هذا الغلط اللي كيديروا. ان شاء الله غادي نشارك معكم ثلاثه الوصفات ناجحه مضمونه 100% ديال ثلاثه تشكيلات ديال الخبز اللي غادي نخرجوا منهم، ديال الطوست، ساندويتش، ديال المناسبات. المهم غادي يكون فيديو واعر، ديال الحبوب، غادي يكون البلبوله، تلقم، حتى السميده ان شاء الله حتى البنات هكا غادي. المهم هذا الفيديو هذا تقدروا تسميوه مهرجان الخبز مع انتصار اليوم، ويكون مرجع هكا اللي فوق تما حتى جيتو شي وصفه الخبز تجيو لهذا الفيديو هذا، غادي توليو محترفين. ندوزو نبداو بالخبز الاول واللي هو خبز ديال البلبولات الشعير، اللي بزاف كيلقاو فيه مشاكل، ما كيصدقش ليهم، كيجيهم قاصح ولا مدقص ولا شي حاجه. ندوزو ان شاء الله نبداو به هو الاول. غادي نحتاجو هنايا واحد الكميه ديال دقيق القمح الكامل، يعني الدقيق اللي كيكون البنات بالنخاله ديالو كيكون صحي بزاف. المهم انا هنايا استعملت 600 غرام، الكميه كترجع لكم نتوما، ديروا القياس اللي بغيتو. واكيد المكون الرسمي اللي داير على هذا الخبز هذا واللي هو البلبوله ديال الشعير. المهم ها نتوما البنات هذه هي البلبوله. المهم هذه غادي ناخذ واحد الكميه صغيره منها، غادي نديروها في العجين، والباقي غادي نحتفظوا به حتى الاخير باش غادي نقرصوا به. هنا في هذه الزلافه هذه ديجا درت واحد المعلقه صغيره ديال السكر حبيبات مع معلقه كبيره ديال الخميره الفوريه، زدت عليهم شويه ديال المدافي، خلطتهم وكنخليهم كيتفاعلوا هنايا جانبا. عندنا هنايا الملحه. هنا كما نعرفوا الخبز ديال البلبولات الشعير كيتماشى بزاف مع مذاق ديال الكمون، فكاك علاش هنايا غادي نحتاج واحد المعلقه ديال الكمون. الكمون حبوب، ها نتوما كيجي بنين بنين بحال الشكل، ما نعاودش لكم. المهم شكون اللي فايته طريقه بالكمون، وغادي هذاك بيان سور كيبقى اختيار، ما بغيتوش ديروا ما ديروش. وعندي معلقه كبيره ديال الزيت البلديه. انا او في القصريه كيف العاده غادي ندوزو نديروا هذه الكميه هذا ديال دقيق القمح الكامل، غادي نضيفوا ليها الملحه، الكمون، غادي نضيفوا هاد الزويته البلديه اللي عندنا، واللي يمكن لكم تعوضوها حتى بالزبده. وهنا كما قلت لكم بالنسبه للبلبوله ديال هذا الشعير، غادي نضيف منها تقريبا، هكا نهز بيدي تقريبا واحد جوج حفينات، وغادي تعجنوا معها صافي. غادي ندوز نبداو نجمعوا في العجين. كيف العاده كما كنقول لكم المدافي كنبقاو نضيفوا به تدريجيا، شويه بشويه بشويه، غير هذا كيبغي العجينه تكون خفيفه ومدلوكه ومتجانسه. المهم انا بديت كنجمع العجينه، قلت بلاتي بلاتي انتصار ركزي معايا على الله يرضي عليك اهم مكون اللي هو الخميره. المهم نسيتها. المهم غادي نضيفوا ديك الخميره مع السكر اللي خليتها تفاعلات كما قلت لكم صافي، وغادي نكملوا العجن ديالنا. الماء خليناه تدلك مزيان مزيان، عطيناه حقه في الماء. المهم ها نتوما البنات كما كنقول لكم العجينه خاصكم تقيسوها، ها نتوما كتحسوا بها رطبه متجانسه مدلوكه، عطينا حقها في الماء، ما خاصهاش تكون قاصحه، خصوصا ملي كتكون هكا شي حاجه فيها هاد دقيق القمح ولا الشعير ولا هذا، خاصها فريمون تكون هكا رطبه. المهم هنا غادي ندوز ناخذ واحد شويه ديال الزيت، شويه نديرو هكا، وغادي ناخذ واحد الطاسه اللي حتى هي غادي نحاول هكا ندهنها مزيان، باش غادي نخليو العجين ديالنا يرتاح، ما غاديش نخليو يخمر يعني خمره كامله ولا شي حاجه، لا غادي نخليو غير يرتاح، نعطيو واحد 10 دقائق بحال هكا. رجعت هنايا العجين بعد ما خليته يرتاح مزيان، ها نتوما دابا غادي ندوز هاد المرحله هذه، غادي نحاول انني ندير ليه بهاد الشكل هذا صافي، وغادي نديرو بحال هكا بحال شكل واحد بوده، باش كتجيني الطريقه سهله نقسمو صافي. غادي نبداو نديروه. المهم نتوما القياس كما كنقول لكم علاش ما بغيتو ديروه، بغيتوم ديروا مخبزات كبار، متوسطين، صغار، كيبقى لكم الاختيار الكامل صافي. وغادي نبداو نشكلو هكا كويرات. انا القياس مثلا اللي غادي ندير غادي يكون هكا، نشوفو قد هكا. هنايا دابا رجعنا خدينا هذيك الزلافه اللي عندنا ديال البلبولات الشعير، وهنايا الطريقه يعني المناسبه يعني اللي كتعطي واحد النتيجه زوينه، واللي هي الطريقه انكم تاخذوا واحد الزليفه هكا ديال الماء هي جانبان. الكويرات كما شفتوا ها هما جاهزين. اش كنديروا؟ اول حاجه كناخذوا هاد العجينه هادي، ونشوفوا معايا الطريقه، كتاخذوا واحد العجينه هكا غادي دوزوها بهاد الطريقه هادي في الماء، من بعد مباشره كدوزوا كتاخذوها هكا من جوج جهات
مزيان تعمروها مزيان هكا بسميتو بالبلبوله صافي، وكترجعوا لسطح العمل تزيدوا واحد الشويه وغادي تدوزوا باش كتقرصوا الخبيزات ديالكم بهذه الطريقه هذه. يعني كتعطي واحد الهشاشه زوينه لهاد الخبيزات هادو، وفي نفس الوقت البلبوله كتجي متبته على بحال هاد الماء هذا كيكون واحد اللاصق، يعني لصاق اش من لاصق لصاق لهاد سميتو. بالنسبه للسمك هانتوما هذا هو السمك اللي غادي نديرو عليه الخبيزات، مازال ان شاء الله راه غادي يخمروا. كاين اللي كيبغيهم يكونوا رقاق، كاين اللي كيبغيهم يكونوا متوسطين. غنعاود معكم الطريقه. هانتوما كتاخذوا الخبيزه كديروها تمروها هكا مزيان في الماء، كتحيدوا داك الزائد، كترجعوا هاد الزلافه هادي تفندوا فيها عاوتاني مزيان، ما تنساوش الجنيبات المهم تجي كلها مغطساها هكا بالبلبوله صافي. وغادي تدوزوا تقرصوها. دابا اش غادي نديروا قبل ما غادي نخليهم يخمروا؟ سواء تاخذوا موس، تاخذوا مثلا شي حاجه هكا ماضيه. انا غادي ناخذ نيت هاد القطعه هادي، وكدوزوا كديروا هكا بحال عمليه زائد الوسط، تحاولوا تحفروا واحد شويه باش تبقى باينه صافي. الخبيز ديالنا مقلنا الا دابا نخليه ونغطيو عليه ونخليه يخمر ياخذ وقته. فهاد الوقيته هادي حنا ما غاديش نبقاو جالسين، غادي ندوزو مباشره تعرفوا على الخبيز الثاني اللي غادي يكون واحد الخبيز كيجي خفيف. غادي نقسمو، غادي نخرجو منو جوج شكيلات، غادي نكهوه، وغادي نشارك معكم بيان سور جميع الاسرار الانجاح اللي هو خبز السميد. المهم هنايا عندي السميده، انا هنا استعملت سميده متوسطه، تقدروا ديروا السميده الرقيقه، وعندي الدقيق الابيض يعني الفارينه الفرس العادي. المهم انا عندي هنايا واحد زلافه متوسطه عامره ديال السميده، درت هنايا النص ديالها ديال الدقيق كما قلت لكم. عندي معلقه كبيره عامره ديال ياغور طبيعي او الزبادي الطبيعي، يعني ياغورت اللي كيكون بدون سكر، هذا كيتعتبر من اروع المحسنات ديال الخبز، كيعطي واحد المفعول زوين للخبز. عندي هنايا معلقه ديال الملحه صغيره، هذا المكون هذا واللي هو النافع. المهم ها نقربوا لكم الكاميرا باش تشوفوه مزيان، هذا غادي نضيفوه من بعد، غادي نوريكم فوقاش غادي نضيفوه، كيعطي حتى واحد التنسينه زوينه بنينه بزاف، خصوصا هكا الا بغيتو تستعملوا هذا الخبز هذا للفطور. عندي معلقه كبيره ديال الزبده، وعندي هنا كيف العاده معلقه كبيره ديال الخميره الخبز مع معلقه صغيره السكر. هنايا مره اخرى في العجانه غادي نضيفوا والسميده ديالنا، نضيفوا الملحه هنا هذه المره نسبق هذا هو الاول قبيله نسيتو. المهم غادي نديروا الخميره مع السكر، هنا غادي نضيفوا ديك المعلقه اللي عندنا ديال الزبده، وكما قلت لكم المكون الوحيد اللي غادي نخليه هو هذاك النافع. كبر الراس، ومره اخرى كيف العاده الماء كيبقى يضاف شويه بشويه بشويه، والعجين ديالنا كيتدلك. هنايا تقريبا العجين ديالنا ها هو ولا مدلوك مدلوك مزيان، عطينا هذاك الحق ديالو في الدليك وفي الماء مزيان. المهم دابا اش غادي نديرو؟ غادي ندوز تقريبا غادي ناخذ نص ديال العجين، غادي نرجعو والنص الاخر غادي نحتفظ به هنايا في الجنب. فهاد المصيص هذا هو اللي غادي ندوز بحال اللي غادي نقسموه، هذا هو اللي غادي نديرو فيه النكهه النافع. المهم وغادي نرجعوه يتخلط. هانتوما داك النافع خليته تدلك مزيان مع العجين، بغيت غير نوريكم القوام. هانتوما البنات كما كنقول لكم دائما خصنا نحصلوا على واحد العجين هكا اللي كيكون مطاطي خفيف مدلوك. مهم هكا العجينه مره اخرى كنأكد، حيت بزاف كيقول لي راه ما كيجيناش ما كيجيناش، راه غالبيه كيقدر يكون الغلط من انكم يعني كتخليوا العجينه قاصحه. المهم غادي ناخذوا هكا واحد شويه الزيت باش ما كتكونش هكا واحد القشره على سميتو الوجه ديالو، وغادي ناخذ هكا واحد الطبق صافي، وغادي نخلي العجين ديالي جوج بهم ديروا مع بعضياتهم ماشي مشكل صافي، لان ما غاديش نخليهم يخمروا غير غادي يرتاح مره اخرى. وغادي نرجعوا دابا هنايا العجين، ها انتما دغيا ديجا بدا كيتزاد القوام ديالو. المهم غادي ندوزو نحطوه هكا قدامنا كما قلت لكم. هنايا هذا اللي نكهناه بسميتو مشات ليا بالنافع، غادي ندوزو هذا غادي نديروه على شكل هكا كويرات اللي غادي يكونوا خبيزات صغيورين فرديين. هادو البنات صدقوني كيجيو واعرين في الفطور. هنايا وجدت واحد زليفه حدايا هنايا ديال السميده، ولكن قبل خصوصا هادو اللي كيكون فيهم هاد السميد دغيا كتكون عليهم واحد القشره هكا على الوجه ديالهم، فمن الاحسن اون فوا هكا ديروهم تدهنوا الوجيهات ديالهم هكا.
صافي وغادي ندوزو نبداو نقرصو فيهم، كيجيو حلوين هكا صغيورين، تشوفوا القياس ديالهم قداش. صافي شوفوا البنات، شوفوا السمك هكا كي كيجيو. وغادي نرجعو دابا هنايا الجزء الثاني ديالنا، غادي ندوزو مره اخرى، غادي ناخذ هذه باش غادي نقسم بسرعه. قسموهم ما تنساوش عاوتاني انكم تدهنوا الوجه ديالهم. المهم غادي نشدو هاد الكويرات هكا، غادي نحاولوا بيدينا بحال نجبدو واحد شويه. صافي ومن بعد كنحطوهم هكا في سطح العمل اللي نكونوا ديجا رشينا بحال شويه ديال السميده. ولا بغيتو بمساعده المدلك بسرعه باش تطلقوا العجين، غادي نطلقوه هكا بشكل طولي. من بعد ما غادي نديروا لا سميده الوسط لا حتى شي حاجه، هاد الاهم حاجه وهي طريقه الطي ديال هاد الخبيز هذا اللي غادي نقادو على شكل ساندويتش. كديروا الطويه الاولى، كتزيدوا الطويه الثانيه حتى هي تثبتوها، ودائما الجوانب تحاولوا تجبدوهم باش يجيو في نفس الطول. صافي من بعد كتجيو هنايا فهاد اللفه الاخرى ضروري كتجيو هكا اطراف الاصابع كتقرصوها مزيان. صافي وكتقرصوها تقلبوها تقادو الجنيبات، كتجي هكا على شكل مستطيل. قبل ما غادي نخليوها تخمر، المهم غادي تدوزو تاخدو هكا كما قلت لكم، تقدروا تخليهم هكا ولا تقدروا ديروا بحالي تاخدو هكا واحد الموس ودوزو ديروا فيها هكا واحد الفليحات. الصونيات ديالنا دابا مقلنا الا نغطيهم، من الاحسن تزيدوا عليهم واحد المنطه رقيقه هكاك من الفوق باش دغيا يخمروا، خصوصا ملي كيكون الجو بارد، راه كياخذوا غالبيه ما بين 45 دقيقه حتى لساعه. هاد الوقيته هادي لالا غادي ندوزو نتعرفوا على الخبز الثالث اللي هو غادي نخرجوا منه جوج كيلات، كيجي صحي بمعنى الكلمه واهم حاجه لذيذ ومنكه. فكمكونات غادي نحتاجو هنايا 600 غرام ديال دقيق القمح الكامل، كما كنقول لكم الدقيق اللي كيكون من النخاله ديالو كيكون صحي اكثر على اننا نستعملو الدقيق الابيض اللي ما فيه يعني غالبيه ما فيهش شي فوائد ولا هذا، كيبقى هذا صحي اكثر وانتم هذيك الساعه كيبقى لكم الاختيار. عندنا هنايا زلافه كما قلت لكم ديال النخاله، عندي هنايا زلافه ديال الشوفان او الخرطه اللي ولا دابا غني عن تعريف، كما شفتوا هنا هرمشته يعني جا مطحون ولكن فيه هذيك الترميشه ديال الحبيبات ديالو. بغيتو ديرو بودره كيبقى لكم الاختيار، المهم زلافه هكا وزلافه هكا، واكيد واحد تشكيله الحبوب اللي كتبقى تخدموا بهداك الشيء اللي توفر عندكم. المهم انا درت معلقه كبيره من كل من هاد الكينوا، الكينوا اللي ولات دابا متوفره حتى هي كتجي زوينه في لي سوب في السلطات وحتى في الخبز. درت معلقه كبيره، معلقه كبيره ديال السانوج او الحبه السوداء اللي تا هو معروف بالفوائد الكثيره ديالو، معلقه كبيره ديال الزنجلان، ومعلقه كبيره ديال البذور او زريعه الكتان. نتوما ديك الساعه كما قلت لكم اللي عندكم غتخدموا به، معلقه صغيره الملحه، معلقه كبيره ديال الياغور الطبيعي بدون سكر، وكيف العاده الخميره مع السكر. نديروا داك الدقيق، غادي نزيدوا كاع المكونات الجافه والحبوب كلشي دقه واحده هكذا. المهم غير المكونات ديالو كيبين لك قيمه الفائده اللي كتكون في هذا الخبز هذا، المليحه وما نساوش الخميره. بغيتو تضيفوا حتى معلقه الزبده ولا الزيت البلديه كتقدروا تضيفوها، المهم انا ما ضفتهاش في هذا العجين هذا. والياغورت كما قلت لكم ولا الحليب بودره اللي توفر خدموا به. صافي غادي نركبوا الراس ديال العجينه، وكيف العاده كنبقاو نضيفوا في الماء تدريجيا شويه بشويه. صافي وكنكونوا كيف العاده موجدين طويصه اللي غادي نخليوه يرتاح فيها. رجعنا هنايا دابا العجين ديالنا، غادي ندوزو نقلبوه في سطح العمل مره اخرى، وغادي نحاولوا اننا نقسموه هاد المره تقريبا على هذا الشكل هذا، مهم باش غادي نخرجوا منه حتى هو جوج حويجات. عاوتاني غادي نقادو به الخبز ديال الطوست وخبيزات هكا الطويجنات والمريقه وداك الشيء. المهم غادي نبداو بالخبز ديال الطوست هو الاول، غادي نرجع هذا نغطي عليه. بسم الله غادي ناخذ هكا طريف الاولاني، حاولوا هكا تلقوه مزيان هكا بين يدينا. المهم قد ما قدرتو تلقوه هكا بهاد الطول ديالو، لان غادي ندوزو ان شاء الله نلفوه باش يجينا مخير من الداخل. ما عمركم ما تجيو بالنسبه لخبز الطوست ضروري خاصك تبعوا ليه اللي عندكم هو وخبز ساندويتش، ما عمركم تجيو تحطوه هكا كعجينه كيجي مدقس وما كيعطيش شي نتيجه زوينه. المهم ها نتوما الكف طلقناه مزيان، في نفس الوقت كنحاول نحافظ على الطول ديال المول. غادي نجيو يا بسم الله
اللفه الاولى وحنا كنقادو اللفه الثانيه بهذا الشكل هذا. جروا عندنا نطلقوا مره اخرى اللفه الاخرى ونجيو هكا. وغادي ناخذ المول اللي يكونوا دهناه مزيان مزيان بالزيت. صافي هانتوما جاني مخير بالنسبه للطول والقياس وداك الشيء. صافي غادي نحاول ندير ليه هكا واحد التكريسه خفيفه. صافي غادي نخليو هذا دابا نخطيو عليه، ما غادي نديرو عليه حتى شي حاجه، غادي نخليه دابا غير هكا وغادي نرجعو لهذا. نحاول نطلقو حتى هو نقسمو الكويرات كيف العاده. ناخذ هذه القطاعه، الكويرات ديالنا هما جاهزين. دابا غادي ندوزو ديك الساعه بغيتو نتوما تكرسوهم باش ما بغيتو، انا غادي نكرسهم هكا بالنخاله. غي دائما فاش نكونو نديرو النخاله كنحاولو نكثروها مزيان باش كتجي مغطيه الوجهين هكا من الفوق من التحت. كنحاولو هكا ونضغطو مزيان باش تجي مثبته عليهم. الا بغيتو حتى هادو تستعملو هذيك الطريقه ديال الماء تقدروا تخدموا بها، يعني كيبقى لكم عاوتاني الاختيار. انا فقط كنعاول نعطيكم يعني جميع الحويجات اللي يقدروا يفيدوكم وينفعوكم ان شاء الله. عطيت الخبيزات ديالنا غادي نخليهم يخمروا باش غادي نرجعوا دابا الخبيزات الاولين اللي بدينا بهم. خبيز البلبوله كما تشوفوا ها هو القوام ديالو زاد، هانتوما يبان لكم مجنيبات راه خمر. باش غادي ندوزو ان شاء الله ندخلو الفران نرجعو الخبيزات السميده حتى هما. هانتوما شوفوا ليا دوك ديال الساندويتش كبروا كبروا مزيانو. هانتوما غادي ندوزو نرجعو الخبيزات الاخرين اللي صغيورين حتى هما. هانتوما تبارك الله كيفاش زادوا في القوام ديالهم. هادو غادي نخليهم كيف ما هما، البلبوله خلاص ما عندنا ما نزيدو فيها. هذا كاقتراح يعني كيبقى لكم نتوما الاختيار. الا بغيتو دهنوه بشي حاجه، انا غادي ندوز هنا خديت واحد الزليفه درت فيها واحد الدجاج جوج معالقات كبار د الحليب، غادي ندوز ندهن الوجه ديالو. حاولت ندير ليه واحد الدهنه خفيفه. صافي كما قلت لكم ناخذ شويه الزنجلان غادي نرشو عليه من الفوق. الخبيز ديالنا بقى لنا الا ندوزو ندخلوه للفرن، الفرن اللي ديجا سخناه على 180 درجه. مده الطهي كيف ما كنقول لكم دائما كتراوح ما بين 25 دقيقه حتى نص ساعه ان شاء الله. ومن غادي ندخل هاد الصوانيات هادو بثلاثه دغيا دغيا لان الحمد لله الفران شويه كبير من الداخل. الخبيز ديالنا تبارك الله هو خرج من الفران. المهم دائما اون فوا كنخرج الخبز كله كنرجع نغطيه هكا بمنادل باش يرجع عليه داك الصد ويبقى هكا رطيطه. هنا دابا باش غادي ندوز ندخل هاد الخبز هذا ديال الطوست والاخر. هذا ديال الطوست كما قلت لكم تقدروا تخليوه بحال هكا، تقدروا دوزوا دهنوا الوجه ديالو بالحليب ولا دهنوه هكا كما غادي ندير انايا. غادي ندهنوه بياغورت يعني ياغورت طبيعي اللي كيكون بدون سكر. وغادي ناخذ هنايا واحد تشكيله الحبوب. انا هنا درت الشوفان، درت الحبوب هكا مخلطه بحال زريعه الكتان، زريعه المعدنوس المجفف، المهم اللي عندكم غادي تخدموا به. يا الصوانيات ديالنا ها هما غادي ندخلوهم دابا ان شاء الله للفرن. صافي كما تشوفوا الطوست كيفاش كيجي بهذوك الحبوب تبارك الله كله خرج من الفران. غادي ندوز يلا نبداو بخبز الطوست. شوفوا البنات كيفاش كيجي رائع رائع، شوف من اروع ما يكون، احسن مليون مره من الخبز ديال يعني تاع الطوست اللي كنشريو من برا، وخصوصا انه غني 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 بالفوائد كيجي زوين بزاف. المهم هانتوما كيفاش كيجي نقربوا لكم الكاميرا، كيجي زوين وخفيف خلاص. خبز ديال البلبوله ديالنا حتى هو كيجي زوين وهشيش مقطن. وشوفوا كيفاش كيجي البنات غزال محمر، هذيك البلبوله كيفاش كتجي شاده عليه، كيجي يعني زويون ومحدق. هنايا الخبز ديال السميده ديالنا حتى هو كيجي زويون بالنافع. المهم طاحت ليا ها انتما كي كيجي محمر غزيول هكا هكا الفطور ولا هذا. هنا خلاص الخبز ديال القمح ديالنا بالشوفان وهذا النخاله والحبوب، وهذا خبز السميده ديال الساندويتش. واكيد ما يمكننا ننساوش ندوزو ندشنو الخبيزات ديالنا. المهم شوفوا لي داك خبيز البلبوله البنات كيفاش كيجي رائع. شوفوا كيفاش دابا مع شي زبيده بلديه والعسل يا سلام، والطويجنه حتى هما كيجي معاهم زويون. هذا الخبز الساندويتش حتى هو اللي قلت لكم شوفوا كيفاش كيجي غزال بديك السميده، كيجي مقطان وزويون لجميع الاستعمالات. خلاص هذا الخبز الشهير اللي هذا سبق لي وصيدته معكم، كيجي واعر مع الطويجنات والمريقه وداك الشيء. شوفوا البنات اهم حاجه انهم كيجيو خفافين ومقرمشين في نفس الوقت. وهذا من بين الخبيزات اللي كيعجبوني انا صراحه واللي هو الخبز اللي كيجي من السم بالنافع. شوفوا كيفاش تا هو كيجي زويون وخفيف.
وبهذا غادي نكونوا تقريبا وصلنا لنهايه الفيديو. نتمنى ان شاء الله يا ربي هذا الفيديو هذا كما قلت لكم يكون مفيد لكم ويكون عجبكم، وبهذا التنوع هذا اللي حاولت نبارطاجي معكم بوصفات كتحاولوا تنوعوا. اهم حاجه تبعوا معايا غير الخطوات والملاحظات اللي شاركت معكم، ويكون فيديو مرجع خصوصا البنات مبتدئات واللي عندهم مشاكل مع الخبز. ان شاء الله ما عمر يبقى عندكم مشكل معاه، وبصحتكم وراحتكم مسبقا، وتهلاو فراسكم. بوسه كبيره لكم، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو عما قريب. يلا باي باي.